ايوه سوزو ده عشان جيمات ده. ايوه بعطاني ايوه بعطاني بعد واحد ثاني خيب حق ابن عمي ويحب البنان. ايوه شاب غبت ابن عمي. اوكي ما هو تجيب نوت لا ما يريد جبن نوت الا شويه. اوكي ايوه A few moments later. شوي متخبل شوي وربي ما ينون ولا ايه والجيمات ابو ولا بالعافية عليك ابوي. قول الله يعافيك على الاقل شيء. قول صدق لا جامل حلو ولا ما حلو؟ حلو ولا كفو بالعافية عليك بالعافية ابوي بالعافية. شو يعطي بالبيتزا؟ اوه شوف اسمع بابا شوف بواسير ولا بجنب لا تسوي ولا قدام مبزي ولا يا اخي كيف انا حطي بالبل ولا كيف انا بالبل ولا يا اخي كيف شو غيب يا اخي انا كيف احطي داخل لا ايه لا اسوي مسخره ما احطي انا قول والله في بالبل قول ابن عمي في لا شي ولا يا اخي توب A few moments later. لا تصور بجنب ولا يا اخي شوف هيك اور ولا بطن اور ولا كل يوم انا شو بيجو ترى عم بالبل ولا يا اخي سوري ابن عمي سوري لي ولا طوبة بابا كم مرة يلا يا ريال خلاص سوري الله سوري يا بابا انا ما بنام لا تسوي جو سوري ولا سو سوري ولا بات الترك يوم انجزر بعد بجنب هاي ليه تخلع مقلاك انت قبيل اراغد بابا انا ترية اسوي مقلاب ها وابوي وابوي موجودين بالكرمغان ابيب شو رايك بجنب يا اخي انت محلو لا تقول شو قدام ناس مسكينة عندك قدام ناس عيوني هر يقار بعد بس حلو كانك صحن شو يعني؟ يعني كلش كلش كل ما شاء الله وسكيلا عيوني قار انا عيوني ما حار يا عمي كيف بار قابل الوي غرزة السمن تجاري زمان سمن ويا هاي صامن سمن وابوي عيوني قار انت مسكيلا ولا ما حار عيوني ولا انت مسكيلا كل ما شاء الله الوي خاص كل ما شاء الله اول ما شاء الله ما شاء الله ابوي شكرا الوي يوني يتقاشى شو يعني يوني قاشى قاشى يعني اكبر هلو وابوي على هلو من يومي انا اقول كل ما شاء الله ليش ما يقول ما شاء الله ما شاء الله والله انك ريال بس انا ريال منك يا اخي انت ما تشوف يا حبيبي انت وين انا وين انا في دبي وين في دبي انا في الجي تي اي كاركير موجود عليه انتوا حين عارفين هنا وش يعني جي تي اي؟ ما قبروكم شو؟ قال لي حبيبي تبغى تعرف جي تي اي؟ يس تعال داخل براويك تعال وش؟ تعال يلا بنشوف ما شاء الله ابو شنب شوف لا سوق ولا يعني ولا بقول لك نكتب شباب في واحد سير بخصوص ما جي تي اي كاركر قول ليش؟ حبيبي عشان سيراميك بعد شو؟ ابو علي كيف شغل وياك؟ حبيبي تعال شوف حبيبي يعطيك العافيه ابو علي انت لا تصيده لا عندي الترتيب عندي انت شو تسوي انت؟ سيراميك حق رنقات حبيبي بولش تفضل تعال
بنعمل تبع الصبونات ما يا اخي نظف الرمل نظف الرمل نظف نظف بنعمل شوف العدل ان شاء الله ان شاء الله بنعمل ما شاء الله لما ولا يا اخي شوف 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 جلاد عبالي مصبوخ لا 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 يا اخي انت هاي خطه لا تقول لا تطلع يا كنت وين طلع هاي اكبوا عليك حبيبي الموسيب الموسى سلام شوف 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 ما في فرقه نوتة يا عنا تعال 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 رش 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 تعال تعال مط 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 حبيبي شوي شوي جلاد بي بي ماذا مش انا مش يعني جلاد بي بي حبيبي جلاد حمايه عشان صاب قدام صاب يا سلام سوا سبح يا لا يا لا ويكلي نو تايم مش انا مش انا اوكي اوكي يس اي نو سوري 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 لبناني يلا لا لا مالي مالي هاي حمايه حبيبي امور سيفتي الحين بن عمي قوم انت بتنكر وسبحنا بي بي اف بي بي اف ايوه ايوه جلد بي بي اف حبيبي شوف 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 يا سلام يا شو سوى طول الصبح انت شو سوى ما غبره شو قول اول شيء نحط السياره صح ايوه بعدين رد نصبغها ها يعني عندكم بعد ما نصبغ ايوه انتوا ما خليتوا شيء ما شاء الله عليكم ايوه صبغ سيراميك كل شيء ما شاء الله كل شيء اللي بخاطرك ما شاء الله عليكم ده كله مكان واحد ها؟ أيوة أموركم طيبة عيال معك سوار زيني شبا شبوبة يا أخي عس سيدة عس يا سلام حبيب شو رايك ما يعرف صبر البيت شو شو اشتمي كربون حبيب حبيب شو رايك حبيبي ايوه سبقه 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 هيدول شوف عندك ضربات هون شوفهم شفت هيدا الضربات فبيكون الضربات هون هيك شوي صغيره هذا بنقول له سمارت بين بنصبغ بس مكان الضربه نحن بالسمارت بين ببلش السعر بال 250 درهم اها عرفت يعني بس نفس المكان بنصبغ حتى لو عندك دربه هون نعمل لك نفس المكان 250 درهم ببلش السعر
يعني السمارت باند عندي ب 250 درهم. هذا النقم من الخارج، تعال شوف من الخارج ما بتشوف شيء. ايوه شوف من الداخل ما شاء الله. شكلك قلعت المخبز قلعته ولا شو؟ اشوف قلعته هذا موجود. كيف اخوي هذا المخبز؟ السعر 500 درهم بس. ايوه هذا بيجي عليه ضمان 5 سنوات. خمس سنوات اي شيء بيأثر فيه بترجع بتبدله مجانا. مره عدته امريكي. هلا هيدا هيدا العفصات. شوف المكان زين فين دمج. ايوه عندي عفصان ها هذه هنا شوف كل عفصه كيف تبينه. يقول لك شو اسمه يطلع العفصه بدون صبر. ايوه بدون صبر. هلا هيدا المكان اذا في كان عليه 5 عفصات على 180 درهم بس. على 180 درهم الخمس عفصات بدون صبر. بدون صبر يعني يكون في عندك عفصات الخمسه على 180 درهم شيلهم. هذا عرض كمان اوفر كثير قوي. حتى لما بيكون عندك على الباب 5 عفصات على 180 درهم. من عفصه لخمس عفصات على 180 درهم بس. زيدني شوف هيدول الرنجات نحن بنصبغ ال4 رنجات على 700 درهم. هذا عرض هذا الشهر عرض رمضان. يعني شوف هذا اللون هذا نص لمع ونص مت. هذا نحن ال4 رنجات حتى بيكون عليهم ضربه نصبغ ال4 رنجات ب 700 درهم يعني ارخص من الشارقه هنا. وبيجي عليه ضمان للرنج 3 سنين على الصبغه انه ما تطلع. 3 سنوات 3 سنين اذا طلعت الصبغه ارجع جيب لي اياها وانا بدفع لك حق الرنجات جديد. وايد جميل. انا خليني اعطيك السعر اول شيء حبيبي يا اخي ما ضبطنا بشيء. اسمع اسمع اذا ما عجبك السعر وعد والله خلاص يلا. اذا السعر انا راح اعطيك اياه اذا ما عجبك فل خلاص تفضل. اول شيء السياره بولش داخل مخارج مع 5 طبقات سيراميك المخارج. 5 طبقات ايه مع 5 طبقات عرنجات ولايتات وعندك طبقتين حمايه للسياره من الداخل طبقتين سيراميك على الجامات وعندك جلاد على اطراف الابواب وجلاد على مسكات الابواب وجلاد على اللايتات وجلاد على اول البونت. ايوه ومخفي مع السيراميك. هذا كامل باكج رح اعمله لرمضان. كم هذا لرمضان بس هزاره كم كم تيجي سعر تيجي سعر ضبط. لا والله اقول سعر يا كمان عندك والله دخيلك 4000 لا اقل 5000 اقل اقول مش اكثر انا اقل 3000 ونص اقل 2000 اعلى بشوي الزلط. هون بيجي بيشتري من عندي الفاوتشر. أيوة. هذا راح يكون كله العودة لحظة 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 ضم على اسمك 10 سنين 10 سنوات مشان الفاوتشر هيدا بيجي بيشتري. ايوه العيال لا مشتري او بيتصل فيني على التليفون عرفت بيحجز الموعد ونعطيه الفاوتشر. هذا راح يكون فاوتشر مكتوب من الشركه والختم وكل شيء. يعني بيجي بيشتري كل في ناس ما عندها اساسيات كل ناطره رمضان تاخذ اوفر تشتري سياره فبيجي بيشتري فاوتشر منها بس يطلع السياره بياخذ الفاوتشر بس. حلو بيجي بيعمل سياره عليهم جلاد على اطراف الابواب، جلاد على مسكات الابواب، 10 سنين ضمان، مع شنطة فيها فوق تغرد السيارة كامل ب 1800 درهم. هيدا الفوتشر اللي عملناه ب 2500، تجي بتاخذ هيدا الفوتشر مكتوب علاوي لكزس رقم السيارة واليوم اللي بدي اجيب فيه السيارة، في اكيد بيكون في امضى وفي رقم. يعني لازم تحجبه، لازم تشتري هذا الفاوتشر. ايوه عشان تدخل بالعرض بالضبط. تجي تشتري هذا الفاوتشر تبع 2500 ومعك لاخر يوم رمضان. ايوه يعني معك 45 يوم 45 يوم 45 يوم بتجي بتجيب هذا الفاوتشر بتعطيهم اياه بيعملوا لك سيارتك ب 2500 بس.